عندي عمل خاص، وهذا العمل له أسرار أحتفظ بها، وأشترط على العمال الذين يعملون معي شرطين: الأول ألا يخرجوا أسرار هذا العمل أبدا، الثاني ألا يعملوا بهذا العمل إذا خرجوا من عندي، فهل هذا جائز؟ نعم، مسلمون على شروطهم. ما دام شرطت عليهم وعليك ضرر لو أنهم أخبروا بهذا العمل أو عملوه خارج نطاق عملك وعليك ضرر في هذا وشرطت عليهم، هذا المسلمون على شروطهم، لا يجوز لهم هذا الشيء. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إن من دعاة الأشاعرة، بشرط أن يكون هذا العمل حلالا، أما إذا كان أنه سر محرم فلا يجوز هذا، إلا شرط أن حل حراما أو حرم حلالا فلا يجوز هذا. نعم.